الغش في الامتحانات. تخيل هو يدخل الأطفال السجن في بنغلاديش في من سن 15 وطلع لما يلقوهم حالة غش في الامتحانات. صح. تخيل الألجيري كومبلي كوراي في الحبس، الجزائر كومبلي كوراي في الحبس، على بالك كريم. كون عندنا هذا القانون. صح. صح 15 عام يدخل الحبس. نزيد لكم 15 عام بزاف. صغار بزاف. حياته سي لا لا هي يمكن باش يخوفوهم نظن باش ما يغشوش، وهذه حاجة كما يقولوا مليحة. العلك. العلك اللي هو كيف يقولوا انتم نالك نالك تقولوا له العلك ثاني نالك. اه كيفنا طري بيان. ممنوع مضغ العلف في سنغافورة. قانون هذا. انا لازم اعيش في سنغافورة. علاه؟ انا بكره العلك بزاف. ياك ايه كاين بلدان اللي يمكن عندهم اسبابهم اللي باش يمنعوا هذا. هو يبان لحنا غريب ولكن هو باين بلي عنده اسباب. شكرا حتى يمنع. كريم اول مره بعرف انه في بلد تمنع مضغ العلك. انت نظن تكره العلك على جرس الصوت تاعه. ايه على شخص. على كل على فكره ماشي غير انت، بزاف ناس يكرهوا هذاك الصوت تاع المضغ. شحال نكره انسان قاعد قدامي وقاعد يمضغ يدير الحبس. شوفوا هذا القانون تخيلوا والله غير غريب جدا. هذو لو كان يعني جزائريين مستحيل يتمشوا مع هذا القانون. قال لك في استراليا الغريب الغربيه، استراليا الغربيه يمنع امتلاك اكثر من 50 كيلو جرام من البطاطا في ان واحد. أوف. ممنوع عليك تكون عندك 50 كيلو تاع بطاطا في الدار في وقت إذا واحد. إذا كنت تاجر بطاطا. مش عارفين. البطاطا كيف يقولوا هاجرتي ولات عندك قيمة عالية بزاف. الله يبارك. كاين الزواج من الأقارب. نسيت شنو البلاد اللي أنت فرنسا يمنع في يمنع في فرنسا الزواج من أولاد العم إلا بإذن خاص من الرئيس، يعني رئيس البلدية ولا، ويجب نشر خبر الزواج في الجريدة الرسمية. أوف. انا هذه ممكن نعرفها مي ما فهمتش علاه. كانوا واحد القوانين بعض الاجانب في عندهم مشكله مع هذا الموضوع، موضوع زواج الاقارب، لانه هنا بيعتبروا انه دم الواحد مو المفروض انه يجيب المرض، لانه بيجيب الامراض كان يجيب بالتاريخ عندهم كثير امراض، لهيك صار انه غير مستحب. نعم ولكن الزواج مادام ماشي حرمه تقدر تتزوج مع اي انسان ولا اي اكيد. وين بصح حنا نقول بالك يشوفوا كما قال كريم من جهه تاع يقول لك يولدوا من ولاد خالتهم يجوا اجل المرض. صح ديالكم تهضروا في هضره حقيقيه، ولكن حتى الانسان هذيك المراه تكون بعيده عليه يقدروا يكونوا كيف كيف، ثم ماشي لازم يكون غير هاد العتب يكون على. انا عم احكي عن منهم شو بيفكروا. صح قال لك في سان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه يمنع اطعام الحمام المحلق في الميادين العامه. فهمتش علاه؟ هذو قوانين غريبه. جنوب افريقيا يمنع التقاط الصور الفوتوغرافيه او تصوير القصر الرئاسي بالفيديو. كيما احنا هذه ماشي غالي هذه باينه. انا جبت تليفوني يطيحوا عليك. الور السيارات النظيفه واش معناتها؟ في روسيا لو كان الدور باللوطو تاعك مسخه عندك غرامه وبروسي تاع 100 دولار 100 اورو. اوف ما كانش هذه الدور باللوطو تاعك مسخه. يخدموا تماك للافاتار. كاين اللي يحط الطوموبيل تغيضك حتى هي تغيضك تغيضك خسلني. كاين اللي يقول لك ما اغسلهاش، كون اغسلها يضربوها لي بعين تكسر لي عفسه ولا. هلا بس هلا بس الـ بس الاحلى من هيك انه او الناس اللي عندهم حظ سيء اللي بيغسلوا سياراتهم وبعدين ممكن ينزل مطر وينزل تراب وينزل وحل على سياراتهم. اه المخرج يقول لي بصح تماك الطرقان نقيه يعني باش اللوطو تتوسخ تطول شويه. هما اصلا يعني البنزين عندهم غالي دونك ما يدوروش بزاف مع بالطوموبيلات.